قال لي عابر السبيل وقد عرج علي وأنا في طريقي إلى حيث أريد، أنت مسافر مثلي؟ قلت له أنا شريد. قال وأين وجهتك؟ قلت وجهتي حيث أضع مطلع الشمس على جبيني وأغض السير قدما، حتى إذا جنني الليل أقمت حيث يجنني، ثم عاودت السير وقد آذن فجر بالطلوع وأغذت في طريقي، وظللت طيلة 30 عاما وأنا أهيم على وجهي وأتخبط في مجاهل الأرض دون معالمها. قال والآن؟ قلت والآن ومنذ 17 عاما وقد أدركت حقيقة هذا العلم، فأنا أغذ في سيري هذا وقد أزيغ وقد أنحرف، ويكلفني هذا تعبا يطول أو يقصر على قدر زيغاني وانحرافي، ومع ذلك فما هو بأكثر من التعب من أن أعود إلى الوراء لأعاود سيري من جديد. قال وما هو أكثر من هذا التعب؟ قلت أكثر منه يا صاحبي هو أن لا أتعب.